the clock is ticking. We are in the fight of our lives. وبما أننا لا نملك إلا أرضا واحدة، من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي. يجتمع العالم في دبي بدولة الإمارات لحضور قمة المناخ، والهدف إنقاذ كوكب الأرض. تترقب شعوب العالم أن تؤدي المناقشات بين القادة والزعماء والمسؤولين إلى بيان ختامي يقر بالتوافق وليس بالتصويت، يؤدي إلى إحراز تقدم في مكافحة أزمة المناخ بخطط محددة. فهل نجحت القمم السابقة في ذلك؟ Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. في بعض دورات مؤتمر المناخ لم يصل الحضور لشيء، لكن في دورات أخرى أقرت اتفاقيات هامة. ففي 2015 وخلال هذا المؤتمر أبرم اتفاق باريس، الذي كان أول اتفاق يضم مجمل الأسرة الدولية وينص على حصر الاحترار العالمي بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بالحرارة التي كانت مسجلة في العالم خلال الفترة التي سبقت الثورة الصناعية، وإذا أمكن بحدود 1.5 درجة مئوية. وفي 2021 أعلن المؤتمر للمرة الأولى الوقود الأحفوري والفحم سبباً رئيسياً للاحترار المناخي، ولكن تحت ضغوط مارستها الهند والصين دعا بيانه الختامي إلى تخفيض استخدام الفحم بدلاً من التخلي عنها. وفي القمة التي عقدت في شرم الشيخ المصرية عام 2022 بعد مفاوضات صعبة وطويلة، أقر ممثلو الوفود المشاركة في المؤتمر إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي. إذن ما الذي تسعى الإمارات لتحقيقه في قمة المناخ الحالية؟ يجتمع في الإمارات عدد قياسي من الشخصيات تصل إلى أكثر من 80,000، ما بين قادة ومسؤولين ومتخصصين وناشطين في البيئة من أغلب دول العالم. وتبدو نسخة الإمارات في قمة المناخ حافلة بعدد أكبر من الأهداف أكثر من أي نسخة أخرى، حيث يشكل مستقبل الوقود الإحفوري جوهر النقاشات في المؤتمر. وتطرح الرئاسة الإماراتية للمؤتمر أيضا عددا من الأهداف الملموسة على أن يتم تحقيقها بحلول عام 2030، أبرزها زيادة قدرة الطاقات المتجددة في العالم 3 أضعاف، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين. وتشكل قمة المناخ أيضا فرصة لإجراء أول تقييم عالمي لاتفاق باريس، وسيشكل التمويل كالعادة محور نقاشات مطولة ومفاوضات في المؤتمر، سواء فيما يخص التمويل الذي وعدت به الدول الغنية للمساعدة في عملية التكيف مع تغير المناخ، أو حول ترتيبات إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار التي لحقت بالبلدان الأشد فقرا جراء تغير المناخ. سنركز على إيجاد حلول عملية تسهم في معالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام للبشرية في كل مكان. جملة الأهداف التي تضعها قمة المناخ في الإمارات على الطاولة تأتي بسبب تزايد التأثيرات السلبية للاحترار على العالم، فشبح الجفاف بات يخيم على عديد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وتداعياته الخطيرة تؤثر على قطاعات لا حصر لها وتنذر بكوارث اقتصادية. فالجفاف يؤثر على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، بما يهدد شعوبا كاملة بانعدام الأمن الغذائي. كما يؤدي الجفاف إلى نقص المياه وانخفاض توليد الكهرباء، بما يؤثر على حياة الناس بشكل مباشر ويزيد من معدلات الفقر وموجات الهجرة الجماعية. اللافت أن الدول الكبرى تسهم بإنتاج الجزء الأكبر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب التغير المناخي، رغم أن الدول الإفريقية تتسبب في نسبة قليلة من الانبعاثات الكربونية لا تتجاوز 3.5% عالمياً، إلا أنها الأكثر تعرضاً لتبعات التغيرات المناخية وأثارها المدمرة.
فالعديد من الدول الإفريقية مهددة بشبح الجفاف والفيضانات الساحلية وتآكل اليابسة، وهو ما يؤدي لتضرر اقتصادها وتعريض شعوبها لكوارث خطيرة. وقد تأثر بالفعل في عام 2022 أكثر من 110 ملايين شخص في القارة الإفريقية بشكل مباشر بالمخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه، مما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد عن 8.5 مليار دولار. The AFDB estimates that Africa loses up to 15% of its potential GDP as a result of climate-related impacts. ويتوقع خبراء أن تتراوح تكاليف خسائر وأضرار تغير المناخ في القارة السمراء بين 290 إلى 440 مليار دولار. لهذا تضع قمة المناخ في الإمارات ملف تعويض الدول الأكثر تعرضاً لأضرار تغير المناخ على رأس أولوياتها، وتؤكد عزمها على وضع خطط تنفيذية وحلول عملية لمكافحة أخطر تهديد يواجه الملايين حول العالم. إن بلدي دولة الإمارات ستبذل جميع الجهود المتاحة لتحقيق تقدم جذري في العمل المناخي والانتقال من وضع الأهداف إلى تحقيقها والتوصل إلى خطة عمل شاملة لصالح البشر وكوكب الأرض. When we act with solidarity, we can overcome even the most daunting challenges. All peoples working together for one planet and one ambition.